وتاخد القافة على الأكبر. أمتلك عشة عليها ضريبة؟ عشة عشة في عشة المصايف؟ مصايف اه عليها حتى العشة؟ ما هي ليها قيمة. طب أنا آسف. في الزقازيق شقة دور أرضي 45 متر اتأجرها تجاري ب 1300 جنيه في الشهر، قيمتها حوالي 200,000 جنيه والضرايب واخدة 800 جنيه، هل ده صح؟ 800 جنيه على كام سنة؟ ما هو مش محدد. لا، أكيد مدة قديمة ومتأخر عليه. بيت وإيجاره السنوي 25,000 جنيه ولا أمتلك وظيفة أو تأمين أو أي مصدر داخل وأنا على المعاش، أدفع ضريبة؟ عنده بيت مأجره؟ إيجاره 25,000 جنيه في السنة. على فكرة في حاجة برضو عايزة أقولها، اللي عليه المفروض يسدد ضريبة عقارية ولا ليس له دخل أيا كانت قيمة الوحدة، الدولة بتدفع الضريبة نيابة عنه. ثانية واحد، ثانية تاني تاني تاني. أي واحد؟ أيوه. عنده وحدة ورثها ما اشتريهاش ولا ورثها وهو فقير الحال يعني من الناس اللي هم ولاد الناس الطيبين ورث ده وهو لا يملك سداد الضريبة عليها. بيتعمل بحث عن حالته بشكل محترم وبيقدم للمصلحة ويبحث هذا وتقوم الدولة بدفع الضريبة نيابة عنه وبدون صخب. وفي حالات كتيرة وأشخاص كتيرة عملنا كده، مش كده وبس، يعني ممكن واحد يبقى عنده وحدة. ده معلومة مهمة وخبر مهم، ده في القانون. ده معلش، هو الناس هتقعد تقرا قوانين؟ يعني حضرتك بتقولي دلوقتي كلام طول الحلقة مهم، ولكن ده ربما من اهم الكلام. الدولة بتدفع، يعني ده ضمن الحماية الاجتماعية نقدر نقول، هي نوع من انواع التكافل او التكافل يعني والاحترام، الاحترام للمواطن اللي هو. طيب معلش نوضحها تاني. طيب لو مواطن يمتلك وحدة تجاوز قيمتها حد الإعفاء اللي هو 2 مليون جنيه، وحدة سكنية وهذا ما عندوش مصدر دخل آخر، ما عندوش مصدر دخل خالص، بيقدم ما يفيد، بيقدم ما يفيد، ما يفيد الكلام ده وينظر هذا. ده في لجنة مشكلة برئاسة مستشار في المصلحة وعضوية 2 من العاملين بالضرائب العقارية. كويس. ارفع الأمر على السيد وزير المالية وتبحث هذه الحالات، وبيتم فورا تجنب الضريبة منه والدولة تدفعها نيابة عنه. وعملتوها الحالات كتير؟ عملنا الحالات ومش كده وبس. يعني هناك بعض الأفراد يعمل، يقول إيه المواطن اللي عنده زي كده، اللي حالته كده، يجي لي أنا، يجي لحضرتك، يجي لي أنا وفي احترام شديد، وفي سرية، وفي سرية هايل، وفي سرية وفي احترام شديد. لازم أشكر حضرتك. عفوا يا فندم. لا والله ده حقيقي. على كل حاجة، أولا استقبال مكالمات الناس والرد على الناس، بشكرك. أنت جميل. لا لا والله، يعني امتصاص الـ 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 الناس كلام محترم. يعني لما يبقى في مسؤول كده وعارف إنه في مشكلة ولكن بتوصل المعلومة مظبوط، بشكرك مرة تانية. العفو. وعد الأسبوع الجاي مع بعض إن شاء الله على الهواء إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يبقى المواطن، إنه ده حاجة مهمة ومحترمة.